هي محطة مفصلية بحياة الطلاب حتى لو كانت 7 أيام بس، وهيدا يلي اختبره محمد القاك يلي عم يستعد للتوجه للمطار. من أول لحظة لآخر دقيقة بالأكاديمية اختبر محمد القاك كل المشاعر، شعور الفخر، قوة العاطفة تجاه ليان، شارك بدروس، بالجلسات الحلوة، فرح، زعل، تأمل، انكسر، ضحك، بكي. ومن أول لحظة لآخر دقيقة مرق 7 أيام وما في يوم ممكن ينسى. تجربة كتير حلوة، قعدت أسبوع عشت فيهم أحلى 7 أيام تقريبا بحياتي. ما بعتبرها خسارة، بالعكس بعتبرها أنه أنا تحديت حالي لتوصلت لهون. الله ما بترك حدا بالآخر، الشباب الله يوفقهم كلهم، اللي صوت ضدي واللي ما صوت ضدي. ليان إشي كتير مهم بحياتي، بتمنى لها تفوز وبتمنى لها تاخد اللقب. أنا كتير آسف ما قدرت أكمل، سامحوني يا أهل بلدي، سامحوني يا أردنية، سامحوني يا أصحابي، سامحوني يا أهلي، سامحوني يا الناس اللي حبتني كلها، بتمنى أنها تسامحني. تعلمت كتير شغلات هون، تعلمت قد ايه أكون صبور، قد ايه أتحمل، أعيش مع ناس كتير كانوا غريبين من كل أنحاء الوطن العربي، كتير حبيتهم فرداً فرداً دون استثناء. حشتاق لكل زاوية من زوايا الأكاديمية، حشتاق لتختي ليان، حشتاق لها كتير، حشتاق إنه تصحى الصبح تعمل لي فنجان شاي، تسخنني أكلي، ناكل مع بعض طاولة واحدة. هاي ما عشناهاش قبل هيك، يعني ما عشتاش إلا بالأكاديمية هون. بتمنى من الكل إنه الله يوفقه. وهيك انتهى المشوار القصير لمحمد القاك بستار أكاديمي، ورجع على بلاده حتى يتابع البرنامج من مقاعد المشاهدين. ليان متأسرة كتير وعطلاني هم شو عم بفكر محمد القاك بهالوقت. وعدنا بعض انه اذا حد بيطلع التاني بيلحقه. انا بعرف هلا هو شو عم بفكر، بعرف هلا هو بفكر بحكي ليان بعتني عشان ستار أكاديمي، وليان كذبت علي وضحكت علي طول الوقت، كانت تضحك علي. ليان أسألك سؤال، لو في حدا فيكم ضعيف كان دخل وعشان التاني دخل، تكون اثنين غلطانين، كل واحد فيكم دخل لحاله، صورت ريبورتاجاتكم مع بعض، حطوكم كل واحد لحاله عشان كل واحد فيكم خلص، يعني هو كان فايت لحاله. حبكم كان كتير بعيد عن انكم دخلتوا الأكاديمية، صح ولا لا؟ عم بحكي غلط؟ بس بديش فكرني بعته، ما بعرف أنا شو عم بفكر برا. ليان انت هيك تحس الناس انه عقله صغير، هو مش هيك. لا مش هيك قصدي، بس انا بعرفه. لا بس هو يعني مش هيك بفكر. محمد كتير اكبر من هيك، يعني صح؟ اصعب خيار اخذته بحياتي. مش بايدك كان؟ بايدك كان؟ طيب ايش الخيار اللي اخترتيه؟ انا اصعب خيار اخذته في حياتي، اصعب اشي صار معك في حياتي، بس مش خيار، ما تحكي خيار، يعني ما كان خيار. المهم هلأ تصحى على حالك يعني وتبيض وجهه. بعد الأجواء الحزينة، كل المشاهدين مدعوين لحضور حفل التقليد بيشارك فيها نخبة من طلاب ستار أكاديمي. شوفي دقدوق وهو بيدخل من باب. مين يا دقدوق؟ أجمع دادو لازم دادو ما بسيطر على ايديه فانتين. اسمع بعدين بتحسه معلق من هول على معلق، مثل هادي اللي بيلعبوا، مثل هول اللي بيلعبوا الركبي هيك بيضلوا هيك عم يلعبوا. بيا شوي ايه هون استاذ، صوتي تعبان، انا تعبان. طب استنى النهارده بساله كل غيبك، يعني ايه رايك لو قلنا عالي؟ ايه رايك ممكن لو ايه رايك لو ساعدتني ان انا يعني الاغنيه بتاعتنا نقول عالي كده، يعني تتقال ازاي مثلا؟ استنى كده تقول ايه الاغنيه؟
قلت له في كل شارع في بلادي. انا توب وان خير في الشيشه بقى. طب الفرشه ونام خير. اول ما شفته ضل اسبوع هيك رجع ايدي. عبد السلام كريم عبد السلام ميت اللي انت كنت بني ادم ميت مش عارف ممكن العود ممكن العود قال له انا لا فرت وأمطار ممكن العود قال له انا لا بدل ممكن قال كريمه بس لا بعد شوي لا كريمه قالها انا اديني بليز الشعر فين يا رب كله قاعدين على طاوله مره انا وياها وحدا اوكي في عم تاكل هيك شو اسمك مين انت اوكي طب ما تحكي عربي ايوه مين انت نينا انا بسم الله الرحمن الرحيم سحبت حالي ورحت نينا 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 حتنفجر بعد خمس ثواني نينا سبعة قاعدة هيك نينا سبعة لحظة نينا نينا ما بتنكبر كثير ما تقوم عليهم شباب تخلص النكتة تخلص النكتة شباب نينا يومين ده لو كل الاستحياء